إذا أنت اليوم ما غيرت هذه المجالس أو هاي الحكومات المحلية، أمامك اليوم تحدي المظاهرات وأن تبدأها بالشارع مهما كان، حتى وإن كان قلة قليلة يجب أن لا نستسلم. بالبداية أنت كنت قد بدأت بهذا الحديث واستكمله السيد رائد فهمي عندما شخص أنه الخلل بنيوي بالعملية السياسية. الآن أنتم تقولون هذا، وقانون الانتخابات والقوى النافذة هي التي ستعمق من ضمن هذا القانون بالخلل البنيوي في هذه العملية السياسية، بالإضافة إلى التوصيفات التي أنتم كنتم قلتم بها. إذن لماذا نذهب إلى الانتخابات؟ وكيف ستدعون جماهيركم والأغلبية الصامتة للمشاركة بها وأنتم من البداية تحذرون منها والحرس القديم يعمقها لصالحه؟ من خلال مناقشتنا تولدت عندنا مجموعة مصطلحات سياسية اليوم. إذا نبدأ بالتغيير ومن منطلق قناة التغيير أيضا، نعم، التغيير نحو إيش؟ نعم، يعني أنا مواكب العملية السياسية، خلي نقول بشكل رسمي أو من 2010 أنا عضو مجلس نواب. الدورات اللي إحنا دخلنا به من الدورة الثانية ولحد هذا الدورة، نعم، هل أن مستوى مجلس النواب أو مستوى الحكومات تذهب نحو الأحسن أم نحو الأسوأ؟ التشريعات، القوانين كيف هي من 2010 واليوم كيفها؟ الإجراءات الحكومية كيف كان بالدورات الأولى والثانية؟ كيف هي الإجراءات التنفيذية؟ هل تحسنت الكهرباء أم صارت أسوأ؟ هل تحسنت البطالة وصارت التعيينات أم لا؟ كل هذه هي موجودة. يعني التغيير ما صار عندنا نحو الأحسن، احنا نتبوأ من حكومة السيد السوداني أن ينجح، وبالأخص عندما قال أنا حكومتي حكومة الخدمات، احنا كلنا أيدناه باعتبار اليوم الشارع بحاجة إلى خدمات. لكن هذا التحدي الموجود من قبل الحرس القديم، عفوا التصدي الموجود من قبل القوى الناشئة ضد الحرس القديم وأدواتها تكاد تكون ضعيفة، ولكنها لا تستسلم. أنا ما راح أقلل من قيمة التغيير اللي كلنا نسعى إليها، ولكن غياب المعارضة الحقيقية من داخل قبة مجلس النواب ممثلا بالقوى الديمقراطية والليبرالية وحتى التيار الصدري حقيقة أعطى الفرصة للحرس القديم أن يهيمن ويستمر في هيمنته. لكننا علينا أن لا نستسلم. صحيح كلامك تقول إذا ما الفائدة من الذهاب للانتخابات؟ لا، الفائدة من الذهاب للانتخابات مهما كان الوعي السياسي اللي صار أزيد عند الطبقة السياسية، عند الطبقة المتصدية مهما كان، حتى وإن كان قلة قليلة، يجب أن لا نستسلم للأطراف التي تريد أن تهيمن على إدارة الدولة بشكل أوسع وبشكل أكثر. ولذلك التغيير ما راح تأتي بنتيجة إيجابية 100%. أنا أقول حتى وإن كان التغيير القادم في مجالس المحافظات أو في مجلس النواب حتى وإن كانت نسبية، علينا أن نعطي درسا للشارع. شوف هنا الجملة، علينا أن نعطي رسالة للشارع. أيها الشارع، إذا أنت اليوم ما غيرت هذه المجالس أو هاي الحكومات المحلية، أمامك اليوم تحدي المظاهرات وأن تبدأها بالشارع على مجالس المحافظات وعلى المحافظين اللي راح يفشلون في إدارة الدولة. من الآن علينا أن نهيئ أنفسنا للحكومات القادمة، أنه إذا فشلت هذه المرة ستكون العقوبة شديدة من قبل الشارع. والشارع، نعم، والشارع راح يلاقي بعض الصعوبات، لكن عليه أن يكون
حاضر وجاهز في تصديه للقوى المتحدية ممثلا بالحرس القديم. عملهم صعب، تحديات كثيرة أمامهم.